هي في الواقع ماشي فقط الجهات المحافظه، الا بغينا نقولوا الجهات المتطرفه بوحدها هي اللي ضد عقوبه الاعدام، ولكن الراي العام بشكل عام من اللي ما كيكونش متعود على استعمال العقل كيتعود كيندافع وراء العاطفه وما كيخدمش العقل، فانه يندفع من اللي كتوقع واحد الجريمه يندفع ويتاجج ويطالب باقصى عقوبه وهي عقوبه الاعدام. وهذه الحجج ديالهم هي ان في الدين كاين القصاص، فكره العين بالعين والسن بالسن، وفي الواقع ان هذه المساله ديال القصاص أنها غير مقبولة، لا يقبلها العقل. لماذا؟ لأن الآن إحنا في مجتمع حقوقي، مجتمع كيستعمل العقل، وبالتالي ميمكنش نآمنوا ولا نكرسوا هذه الفكرة ديال القصاص والقتل والعين بالعين إلى غير ذلك. كاين دول اللي ما عندهاش هاد، مثلا كاين بعض الولايات في أمريكا، في الولايات المتحدة الأمريكية، بعض الولايات باقي عندها عقوبة الإعدام، ماشي لان هذا غير حنا عندنا في الحقيقه كاين واحد التوجه ديني كيتسمى داك القصاص وكيتسمى العين بالعين والسن بالسن، وهذه اللي هي واحد الثقافه كانت متداوله وباقيه مترسخه بعض العقول، ولكن حنا كنقاربوا هذه القضيه من ناحيه الحقوقيه ومن ناحيه القانونيه، وكنوجدوا بانها ما اداتش المهمه ديالها في التخفيف من الجريمه، بقات الجريمه منتشره. أن عقوبة الإعدام إلا كان الهدف من هذه العقوبة هو الحد من الجريمة ما عطاش هذه النتيجة، بالعكس هي حاربت الحق في الحياة، وحنا مع الحق في الحياة. ونعتبر أن رجال ونساء التعريم هما أكبر شريحة قادرة تدفع لاستعمال العقل، هذا إلا كانت هذه الشريحة فيها ناس يؤمنون بالفكر الحقوقي. وبالتالي أقوى حجة هي أن الجرائم كاينة، ملي كتكون جرائم كبيرة تتم الدعوة إلى هاد القصاص، في حين أن هناك فرق كبير بين جرائم يرتكبها ناس وجرائم ترتكبها الدولة. نحن كجمعيات حقوقية نناهض هذه العقوبة الإعدام عندما تنفذ من طرف الدولة، وبالتالي وهذا لا يعني أن لا ينبغي أن نردع هذه الجرائم، يجب أن تردع أولا بالدفع إلى تجنب ارتكاب الجريمة بطرق أخرى، منها بالأساس التوعية، تحسيس بحقوق الإنسان، القضاء على الفقر، القضاء على الظلم، خلق ظروف ديال التعلم الحقيقي اللي ما كيخليش الإنسان ينساق وراء الجريمة.